يهيمن ويسيطر بالطريقة التي تناسبه في الكرة من بعيد خطيرة كورية جانبية تصري وذالأشقر يترقب كرة ثابتة طويلة كورية أمامية حارس المرمى على مرتين خطيرة جدا هذه الكرة تضيع فرصة كورية بخطأ حقيقة خطورة وأخيرا الدفاع السوري ينقذ الموقف مهتدي هجوم معاكس جميلة الانطلاقة من رافت هذه فرصة إمكانية مهاجمين اثنين أمام مدافع واحد مهتدي يتوغل مهتدي يصوب جانبية رأفت مهتدي يصل لاحظ الانطلاقة السريعة المرتدة فعل كل شيء مهتدي راوغ ومر بروعة تقدم بالسرعة والقوة توغل كان بإمكانه أن يمرر كان سونغ أيضا وسونغون خطير الكرة من بعيد سونغون يصوب خالد إبراهيم منتخب الكوري تعود الكرة من جديد من هناك في الجبل اليسرى تمريرة على المشارف منطقة الجزاء خطيرة جدا في الكرة والكرة تغير مسارها وصلت إلى يونسو خطيرة على مشارف منطقة الجزاء اللامسة إلى سونغايو على دفعتين خطيرة على الأرض هذا المطلوب كرة سريعة باتجاه أحمد انطلاقة في الجبل اليسرى أحمد لأحمد يحافظ على كرة وأحمد يتوغل أحمد يحاول الكرة العرضية فيها ركلة مرمى لمسة طويلة على الجهة اليمنى استقبال جميل للكرة من جانب مون هوان لمسة واحد اثنين هوان من جديد خطيرة اللعب بيهيئ العرضية وعودة رائعة لكن تصويبة كورية خطيرة فرصة كبيرة الكرة جانبية كرة مرت بسلام ما بين لاعبين كرة كورية من جديد لكن في أحضان خالد إبراهيم سهلة جدا تسديدة اللعب مون هوان